التعلم، ونمط التعلم هو الطريقة التي يوظفها ويفضلها المتعلم لاكتساب المعرفة، وكل متعلم له طريقته المميزة. إن معرفة نمط تعلم المتعلم يساعد المعلمين على إعداد خبرات تعليمية شخصية وذات معنى وأكثر فاعلية، وهذا يعني أن اكتشاف نمط التعلم يعتبر اكتشافا لطريقة تعلم المتعلم بفاعلية أكبر. وقد طور فلومينغ نموذجا لأنماط التعلم اسمه فارك، قسم فيه أنماط التعلم إلى التعلم بالوسائل البصرية فيجوال، التعلم بالوسائل السمعية أوديو، التعلم بالقراءة والكتابة ريد رايت، ثم التعلم بالحركة والممارسة اليدوية كينستيتيك. أهمية أنماط التعلم: تفيد نظرية أنماط التعلم بإيضاح أن مقدار ما يتعلمه الفرد يعتمد على كون الخبرات التعليمية الموجهة نحو نمط التعلم الخاص به أكثر من اعتماده على ذكاء الفرد. معرفة أنماط التعلم تساعد المعلم على إعداد مواقف صفية بحيث تكون ذات معنى وذات فاعلية للمتعلمين. معرفة أنماط تعلم المتعلمين يساعد المعلم على اختياره للاستراتيجيات التعليمية التعلمية المناسبة التي تحقق أهداف التعلم بفاعلية. يكون التعلم أكثر نجاحا حين يكون الأسلوب التعليمي الذي تقدم فيه المهمة التعليمية مطابقا لأسلوب ونمط تعلم المتعلم. نظريات التعلم وعلاقتها بتكنولوجيا التعليم: التطور الحقيقي للممارسات التعليمية في نظام التعلم الإلكتروني يجب أن يتم في إطار توظيف استخدام التقنية من خلال تلك الممارسات التي تظهر بوضوح في استخدام التقنية في التعلم التفاعلي والأنشطة التفاعلية، مما يسهم في زيادة فهم المتعلمين ونموهم المفاهيمي. فالتطور المتوقع عفوا للتعلم الإلكتروني لن يتم إلا من خلال تقديم أفضل تصورات لديناميكيات التعلم والتعليم، وليس بالتركيز فقط على الوسائل التعليمية التكنولوجية. المدرسة السلوكية تركز بالنسبة للتعليم المباشر المعتمد على الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت على الأسلوب الاستدلالي ومفهوم التعليم والتدريب المبرمج والممارسة وتقسيم المواد وإعطاء التغذية الراجعة، بينما البنائية ترى أن المتعلمين يبنون المعرفة الشخصية من خبرة التعلم ذاتها، فالتعلم عملية نشطة ولا يمكن استقبال المعلومة من الخارج. أما النظرية المعرفية تعتبر التعلم عملية داخلية كما في التعلم المعتمد على معالجة المعلومات. أما المتعلم الذاتي فيتوفر له مصادر علمية متنوعة على الإنترنت تسمح له باكتساب المعرفة وتنمية المهارات وتطوير القدرات عبر مصادر متنوعة. لتطبيق نظريات التعلم في الممارسات التعليمية، نتعامل معها بوصفها مبادئ لديها القدرة على تفسير ما يحدث من تفاعل داخل الفصل بين المعلم والمتعلمين والبيئة من حولهم في سياقات مختلفة وبيئات متنوعة. كل نظرية تقدم فوائد للمعلم، ولكن يجب أن توافق الموقف التعليمي الذي توضع به. واستخدام مزيج من النظريات وتطبيقها في التعليم سيساهم في رفع مستواه وتقديم التعليم الأفضل والأمثل. خصائص علم تقنيات التعليم: أنه علم تطبيقي، علم مستقل، متطور ذاتيا، تقنيات تعليم الهادفة، عملية نظامية، عملية ديناميكية، عملية شاملة، تقنيات التعليم تكون عملية. إذن هذه خلاصة لما سبق الحديث عنه.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك ثم تسجيل.